يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما ماما عاي اي فلوس اي فلوس يا ماما بدي فلوس. كل عام وانت بخير يا ماما، وانت بألف خير يا زعرور. يا ماما انت امي، انا طلعت من بطنك يا ماما، انا ابنك الوحيد الحلو مثل القمر. شايفة راسي كيف نام؟ لانك مبارح حلقت حلقة زي القرود انت طالع الان يا ماما، لاني انا نور عيونك. بطلب منك عيدية، بس اعطيني $1000 يا ماما. شو اللي بتحكي يا زعرور؟ اكيد انت بتمزح اكيد. لا والله يا ماما انا ما بمزح ابدا ابدا ابدا، انا بدي فلوس. تخيل يا ماما ما في اي احد دخل من هذا الباب طول اليوم، اليوم هو اليوم عيد، ليش ما حدا جاي لعنا؟ يا زعرور لازم تعرف انه يوم العيد لسه مش الان رح يجوا اللي بدهم يجوك يعيدوك. لحد الان يا ماما ما في حدا اجا وحكى لك كل عام وانت بخير. يا ماما بدي فلوس، انا بدي عيدية. يا ظهري اي هاي سيدو انا لازم ان اضبطه عشان يعطيني عيدية قيمة. تفضل يا سيدو، تفضل يا تاج راسي. زعروع الله يخلي لك اياه. مين هذا؟ مع مين بيحكي؟ سيدو شوية شكله معاه يعني ما مرض في مخه. اخ شيل لي الريموت، خليني احط انا المحفظة هون. يا سلام، الله الله الله. سيدو الله يخلي لي اياك ويخليك تاج فوق راسي. يا بابا هيني انا الان بدي اروح اسوي لك الذ معمول بالعالم. ماشي يا زوجة ابني سوسي. هي ماما يعني بتعتبرك مثل ابوها، يعني انت ممكن تعطيني عيدية؟ اكيد رح اعطيك عيدية بتجنن كتير. اعطيني هاي، خليني اخذها. يا سلام، يلا يلا يا حفيدي يا حبيبي تفضل. ايه سنتات سيدو، هذول الافراطة اللي معاك، اعطيني دولارات، اعطيني اوراق، اعطيني شلون اخضر. لما تكبر يا حبيبي لما تكبر. يا بابا هيني انا جبت اسفة، هيني جبت لك هذا المعمول الكعك اللذيذ. الله يخلي لي اياكي. ماما قاعدة بتحكي عن سيدو ابو بابا يا بابا، لان بدها عيدية تانية. زعرور اسكت لا تفضحني. هي سيدو عيد ماما يا سيدو. يلا رح اعطيها انا $500. تخيل وانا ما اعطيني فراطة. تفضلي، 1 2 3 4 5. يا سلام، انا داري. لا ما في لك، انت ما في لك. بكرك يا سيدو. ايش؟ ولا شي. بدي فلوس. كل عام وانت بخير يا اختي رورو، يا حبيبة قلبي، ويا بنت اختي ليلي. شكرا لك يا خالة، لانك دايما بتجي عنا بالعيد. العفو يا ليلي يا حلوة. هذا انت سويتي يا رورو؟ والله انا سويته يا اخوي، انا سويته بألذ المكونات. تفضل دوق. هيني انا بدي ادوق هذا المعمول اللذيذ. واو رائع، رح اعيدك انا 50 ورقة. واو انا رح اخليكي سعيدة يا اختي بسبب هذا العيد، رح اعيد كل بدكم اياه. يا سلام خالة حبيبي، انا بحبك يا خالة. وانا كمان يا ليلي بحبك. كل عام وانتم بخير. انا بصراحة لازم اني اروح اعيد على الباقي. طيب يا اخوي تعال كل يوم، لانه احنا بنحبك كتير عشان العيد، اقصد عشانك اخوي. شكرا لك يا خالة. العفو يا ليلي. يا سلام، الى اللقاء. مع السلامة يا اخوي. الى اللقاء. يلا خليني انا الان بدي اروح عند اخوي شرار اشوف ابنه زيتون. يلا على العيد. ليش بابا بيعيد ليلي هذا الكم الهائل من الفلوس؟ ليش
ليش؟ اطلعوا ياي فلوس 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 فلوس. ماما انا فرحانة لانه خالي بيعطينا كتير فلوس. اوه خلاص انا عرفت شو بدي اسوي. اللي ما بده يعطيني فلوس انا رح اخذ منه الفلوس. وانا الان بدي ارجع عند ماما وعند سيدو. سيدو انا بدي اسرق منه الاموال تبعته. ما بدي يعطيني عيدية، اعطاني سنتات قليلة جدا. انا رح اخذ منه كل المحفظات تبعته. انا بدي اسوي الحركة، بدي اعمل حالي مش موجود في المنزل. انا طلعت فبسوي انا مثل هيك وبجي على الغرفة تبعتي، بكسر الزجاج، بفتح انا هذا الصندوق، بطول هذا القناع وبلبس القناع. يا سلام يا سلام، خلينا اشوف الوضع كيف. ولا العظيم احمد بغلبني يا عمو. اوه والله لكسر لك راس وتكسير. انت استنى شوية يا سوسي. يلا خلص يا بنتي، خليني انا بدي اروح على المنزل. خلينا اوه وين المحفظة تبعتي، وينها؟ اوه هيدك تعيد زعرور. لا صار كبير، هو صار كبير. خليني اخذ المحفظة. يا سلام، يلا سلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. والله لو ارجيك، استنى شوية، خلينا اسوي زيك زيك. ممتاز، خلينا اشوفه. بدي انا اتجسس. ممتاز، خليني اخذ هاي من هون. شو هذا؟ خلينا اشوف وراي زيك. ما في اي شيء، ما في اي شيء. خليني اروح عند بنت رورو واعيدها هي وليلي. هيني اخذت محفظة سيدو. هي اول مهمة زبطت 100%، والمهمة التانية رح تزبط 1000%. خطرت على بالي فكرة، بدي اخذ قناع واحد شرير. الان بتعرفوا ليش. كل عام وانت بخير يا اخوي، وانت بالف خير يا اخوي احمد. هي يا عم احمد، عم حمودة، ممكن احفرتك الحركات؟ شو قصده هذا يا اخو شرار؟ قصده بده يعني فرجيك حركاته عشان تعطيه عيدية. احكي لي من الاول زيك. يلا الحركة الاولى انا دفرتك اياها، هي خذ اي 100 دولار، اقول لك 200 دولار. خلينا افرجيك كمان حلقة حلوة كتير. هاي بتستحق 300 دولار. يا سلام، ده فرجيك حركة كمان واحدة. يلا 1 2 3. بتستحق 100 دولار. ياي والله بحبك يا عم احمد. وانا كمان. خذ 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 خذ. انت شايف يا كركور الاشي اللي انا شايفه؟ والله يا زعرور، ابوك اللي انا بيعمل حاله بحبني ما اعطاني عيدية، وزعي زيتون هذا الغبي اعطاه عيدية. والله كركور، شوف يا بابا يا بابا. خذ خذ يا زيتونة، هاي الفلوس كلها لك. خذ خذ خذ. شايف؟ طيب شو بدنا نسوي يا زعرور؟ ليش احنا يجينا هون؟ خذ يا كركور، البس هذا القناع. هذا القناع زيك يعني؟ نعم، وانا رح البس هذا القناع. طيب ليش لبسنا الاقنعة؟ انت روح، والان لما يطلع بابا خوف زيتون وخذ منه الاموال تبعته، وانا بدي اروح اخوف ليلي في هذا القناع عشان تعطيني الفلوس تبعتها. لانا زبطت الخطة على جدي. طيب يلا بدي اروح اول ما يطلع ابوك، رح ادخل وراه. يلا من السالمين الغنمين. مع السلامة مع السلامة، الى اللقاء الى اللقاء يا زيتون. والله ايش رائع. طول يلا هاي كركور بدأ بالمهمة تبعته. انا رح اروح ورح ابدأ. اي بابا وين راح؟ دار عند ليلي اخوفها واخذ منها كل الفلوس. يلا الان قيلولة العيد، انا الان بدي احط فلوسي في هذا الدرج زي ما انت شايفين. عندي الالماس وكل الجواهر تبعتي، وبدي انام. يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما،
انا الان باخذ قيلولة العيد. وطيب ماشي، حطي هذول الاموال تبعتك بالدرج ونامي. لا لا، انا بدي اخلي اموالي معي حتى لما انام. طيب ماشي. يلا 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 يلا، انا بدي انام ولا نعسانة كتير كتير. تصبحوا على خير قيلولة صغيرة. الان وقت السرقة، شوفوا شو بايدي مطرقة البيسبول. هي عم ترورو نامت، بدي انا اكسر هذه الزجاجة زي هيك. ايوه زي هيك، ممتازة. لكن هذا البيانو عطل علي، بس عادي، اعطيني كل شيء هون، وكمان خاتم الالماس اعطيني اياه. واو خلينا حط هون، اعطيني اموال اموال. شو هذا الصخ صخ؟ نم 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 نم. منيح ما استيقظت. يلا دور ليلي، والله ليلي لا خليها تخاف، خلينا اشوفها. نم 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 نم. اوه بام، اي هات الفلوس يا ماما. اي خذي خذي يا شريرة، اعطيني الفلوس. مع السلامة. هي خلينا ادخل انا وانا واسكر حالي. هس هس ولا كلمة. خلينا اشوف في هون من الزجاجة في حدا. لا ما كانت عم ترور رح تمسكني. خليني اشوف وين شو بصير. هيا ماما هيا. يلا مع السلامة، سكر سكر، ممتاز. وبعدين خليني اكسر اكسر اكسر. وعرب يا زعرور، تعالان يا حرامي. بسرعة بسرعة بسرعة، هاي بتطارد فيي. خليني اسوي انا هاي الحركة، واحد اثنين ثلاث بام. اي يلا لازم نهرب، اهرب اهرب يا زعرور، زبطت الخطه. يلا انا الان بدي اعيد على اختي سوسي. يلا يلا خليني افرش وانام. يلا تصبح على خير حلوين. يا سلام يقل قيلوله بعد العيد. يا سلام. نم 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 نم. هذول ماخذين قيلولة العيد اللي الكل بياخدها. والله انهم مضحكين. هاي افتحوا الباب. نم 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 نم. اوه كمان سوسي نايمة، افتحوا الباب. ايه كل عام انتو بخير، كل عام انتو بخير. اوه شو هذا الصوت، شو هذا الصوت؟ خالو جوجو، اهلا يا يا اخوي، ما كنت مركزة، كنت ماخدة قيلولة العيد. اوه من السالمين الغنمين الحلوين البرمربز مع اهلا وسهلا. يا سلام، هذا هو كعك العيد. نعم انا بحبك يا خالو كتير. وين العيدية يا خالو؟ اوي انت صرت كبير على العيدية، وصرت اصلع مثلك الكبار. لا شو صرت كبير على العيدية، لساتني انا طفل، طفل صغير كتير. وين العيدية؟ اوه بدك العيدية، خلينا اشوف زي هيك. خلينا اوه نسيت عيديتك في البيت. اوه طيب متى بدك تجيب لي اياها؟ بعدين بعدين بعدين. تفضل يا اختي سوسي، هاي هوني اعطيتك 6400 دولار. شكرا يا اخوي شكرا. العفو العفو. طيب انا 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 اعطيني. انت عيديتك نسيت، خلص كبير انت يا زعرور، انت كبير شوي بيطلع لك شوارب. انا ما رح اكيف من هذا الكلام، بدي عيدية، فافهم عربي، بدي عيدية. اوه ببطني ببطني كتير بوجعني، لازم ندخل المرحاض. خلينا احط هذا المحفظة هون. وين وين المرحاض؟ هذاك المرحاض هي ودي يا زعري على المرحاض. المرحاض يا رب ما تطلع منه الا لما اكون سارقها. ايش ولا شيء، ان شاء الله بالله انا والشفا. والله حشران انا. يا سلام، لا حان وقت السرقه الان. يا سلام، خلينا نفتح الهدايا هدول اللي راح اعطيهم لاخوي. هي هي ماما، ممكن تشوف المعمولات، حاسسهم خربانين. يلا يلا خليني اسوي زيك، بدي اتاكد كاذب ولا صح.
يا حبيبي شوفوا الفلوس اللي في محفظة خالو. والله لا ربيك يا خالو، استنى شوية، هي زيك ما معاك عيديتي. خليني انا اخذ كل الفلوس اللي موجودة هنا. يلا ضايل 3 ستاكات، استاكين استاكي، يا سلام رجع لي يا هون. هي زاري شو بتسوي؟ ولا شو ماما، هاي المحفظة. اوه عيني انا جيت، واخيرا. يلا ده اطلب من بابا عيدية بيعطي الكل اللي انا. بابا حبوبي بابا. اوه اهلا يا زعرور. بابا ممكن تعطيني عيدية بابا؟ ايه عيدية؟ معيش فلوس والله يا زعرور، انا بعتذر منك. خلص بدي اعطيك انا هاي. شو انا بابا كوينز؟ واحدة يا بابا اقل من ورقة نقدية؟ نعم يا زعرور، بصراحة ما معي، خلص كل اموالي بسبب العيديات. بابا بتعيد الكل اللي انا. بعد يا زعرور مش فاضي لك. الكل رح يندم، ما عليك يا حلوين، خليني اسوي زيك واخبي الفلوس هوني. والله شي جميل. على الاخر بروح اطلب من تاتا، ما يعني معمول بدي اخذ منها كمان فلوس وعيدية. تاتا دايما بتعطيني احسن واحد بالعالم تاتا. يا سلام، عيني غسلت داي، خلينا اطلع برا. زي الباب مغلق، يا حلولاوة. افتحوا الباب. استنى شوي بدنا نكسره. هذا زعرور، ابتعد عن الباب، بدي اكسره. يلا 1 2. ممتاز. يا سلام، عيني كسرناه بهذه المطرقة. مين مسكره؟ يمكن زعرور. محفظتي، خلينا اروح اشوفها. محفظتي مش معاي. هيا محفظتي. يا سلام، اكيد ما رح نسرق، احنا مش حرامية. خلينا المحفظة فارغة، زعرور سرق محفظتي. وين زعرور؟ اكيد في في الغرفة تبعته. تعال معاي بسرعة. زعرور السارق، وينه؟ ما بعرف. هيا فاتح الزجاج، تعال معاي لازم نلاقيه بسرعة. يلا يا جدتي اعطينا كل معاكي. شو مالك يا حفيد يا زعرور؟ اعطي كل الفلوس، ما بدنا معمول، ما بدنا، احنا بدنا فلوس. طيب خدوا هاي عيدية. والله انتو غريبين. يا سلام، لسه معال كثير. اعطي كمان، اعطي ذهباتك. خذوا هاي ذهباتي، خذوا، هات كمان. شايفين كيف بتاخدوا العيدية خاوة عن الجميع؟ هاي كمان، اعطينا كمان، ما بدنا معمول، عبيطي بطننا معمول، بدنا احنا فلوس. يلا وينك؟ صوت ابوك هذا، اقرب. هيك بتجيبوا الاموال بطريقتكم الخاصة. وينك يا زهرور؟ والله لنكسر راسك، سرقت اموالنا كلنا كلب. وينك؟